قصة عجيبة، شاب أخرجها حبيبته من قبرها ليزني بها، فماذا حدث؟ سبحان الله. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. قصة واقعية حدثت لشاب عشق فتاة وهام بها حبا من دون الله والعياذ بالله، بعد أن باءت كل محاولته في إقناعها أن تحضر إليه في بيته ليزني بها، ولكن الفتاة رفضت لحسن خلقها وحيائها من الله عز وجل، وأخبرته أنها لن تفعل هذه الجريمة الشنعاء بأي حال من الأحوال، ولن تغضب ربها وأهلها مهما كان الأمر. المهم، جاء الشاب إلى أهل الفتاة لكي يخطبها، ولكن أهل الفتاة رفضوه لسوء أخلاقه وسكره، وتم الرفض ولم يستطيع الشاب أن ينساها، فقرر أن يزيد في الشرب الخمر، وزاد شهوة وهام بها، وأصبح يطوف حول بيتها طوال الليل لكي يقنعها على الزنا. وكانت الفتاة صغيرة وجميلة، وكان جسمها مغري وجذابا. المهم، شاءت الأقدار أن تموت الفتاة، وكان الخبر على أهلها زي الصاعقة، ولكن كان الأمر عكسي على الشاب، حيث كان كالهدية التي لم يتوقعها، وذهب إلى صديقه وطلب منه أن يهنئه في موت الفتاة، فاستغرب صديقه من الأمر، وسأله صديقه على ماذا ينوي، فأجابه برد صادم. فعلا ذهب الشاب إلى قبر الفتاة في ساعة متأخرة من الليل، وأخرج الفتاة من القبر، وبعد أن تم الدفن في الموعد المحدد وتركها أهلها، بعد أن دعوا لها بالثبات عند السؤال، واستقبلوا العزاء بعد العشاء. وفي هذا الوقت شعر والد الفتاة بالتعب الشديد، وتعذر لأبنائه والمعزين، وأخبرهم أنه مرهق كثيرا ويحتاج إلى النوم. وتم ذلك، ولكن ما حدث أثناء نوم والد الفتاة، جاءته ابنته بالحلم وهي تستنجد بوالدها وتقول: الحق علي الحق علي. استيقظ الأب مفزوعا من الحلم، وقرأ القليل من القرآن، وعاد للنوم مرة أخرى، واعتقد أن الوضع طبيعي بسبب حزنه على فقدان ابنته، ولكن عادت إليه ابنته من جديد في الحلم وكررت نفس الكلام، ليستيقظ الوالد من جديد مفزوعا ويقول: إن ابنتي تعذب، ولكنها كانت ملتزمة ومن أهل الخير، فما الذي يجرى؟ وجلس يفكر ما الذي يجب أن يفعله، ولم يهدأ باله، لذا قرر الذهاب إلى قبر ابنته. وكانت المفاجأة أن قبر ابنته مفتوح والجثة غير موجودة، وبحث في المكان يمينا ويسارا ولكنه لم يجد أحدا، والوقت متأخر ولا يوجد أحد في المقبرة، ولكنه لمح أن غرفة بعيدة بها نور خافت، فذهب إليه مسرعا. وعندما دخل للغرفة تفاجأ الأب أن هذا الشاب يحاول أن يفك الكفن الذي به ابنته، فأوقفه مباشرة واتصل على الشرطة التي أتت على الفور لتقبض عليه. فيا الله، كيف أنه يحمي أحباءه في الحياة والممات؟ نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا في جنانه وأن يكتبنا من أصحاب اليمين. وسوف نروي لكم قصة أخرى عن المقابر، نرجو أن تنال إعجابكم بإذن الله. يقول صاحب القصة: وقفت في المقابر لوحدي على الساعة 2 بالليل، الدنيا كانت صيف والجو حر جدا، فضلت ماشي، وبصراحة من غير كذب كنت خايف. دورت على عم عبد العال الحارس بتاع المقابر اللي مفروض هقابله، بس ما كانش لسه جه. رحت له عند الغرفة بتاعته اللي كان بيقعد فيها، لقيتها مقفولة، في أصوات غريبة ظهرت حواليا فجأة، وكانت عبارة عن نبش. أيوة نبش، كأن في حد بيحفر بإيده في الأرض. ومع صوت النبش ظهر صوت تاني كان عامل زي فحيح الثعبان، أو زي ما يكون في حد بيتخنق. على ضوء الأمر الضعيف شفت هالات بيضة بتتحرك في المقابر. من الخوف طلعت موبايلي وكلمت عم عبد العال، بس ما ردش عليا. قررت إني لازم أمشي ومش هستنى ثانية واحدة. خرجت ناحية الباب وكنت ماشي في ممر، على شمال ويميني مقابر لها بيبان حديدية مصدية ومتهلكة. وقبل ما أوصل عند باب الخروج لمحت واحد طويل وعريض وضخم قوي واقف، وما كنتش أعرفه. الخوف دب جوايا، لو سألني دلوقتي أنا بعمل إيه هقوله إيه؟
ولو شاف بطاقته هيعرف ان طالب في كلية الطب وهيفهم ان جاي اخد اعضاء علشان اذاكر عليها. قررت اغير طريقي واخرج من البوابة اللي ورا، لفيت ورجعت، ولما وصلت عندها لقيت حيطة سودة كبيرة جدا ما كانتش موجودة لما جيت من ساعة. طلعت تليفوني واتصلت تاني بعم عبد العال، رد عليا وما كانش بيتكلم وفي صوت غلوشة قوي قوي عنده. قلت له منك لله انا محبوس هنا ومش عارف اخرج، ولا حياة لمن تنادي. برضو صوت غلوشة ومش بيرد عليا. قلت يبقى خلاص هرجع لأيام المدرسة وانط من فوق السور بتاع المقابر. رحت ناحية السور وسمعت صوت خطوات ورايا، بصيت لقيت نفس الشخص الضخم اللي كان واقف عند البوابة، بس المرة دي شافني وكان بيبتسم لي، عينه كانت منورة ابيض وبيضحك. جريت على السور علشان انط، بس لقيت برضو حيطة ضخمة ظهرت فجأة والشخص اللي ورايا اختفى. استمريت في مكاني واقف مرعوب مش عارف اتصرف ازاي. الوقت بيعدي عليا وكل ما بحاول اهرب مش قادر. سمعت صوت ابواب بتتفتح، جريت وبصيت لقيت الابواب الحديدية المصدية اتفتحت لوحدها. وقفت منتظر بخوف ايه اللي هيحصل. مرت ثواني ولقيت بعدها من كل قبر بتخرج ايادي بتزحف على الارض، وبعدها ظهرت اجساد ملفوفة بقماش ابيض وغرقانة دم. جريت لشارع ضيق كان جنبي، فضلت اجري وموقفتش خالص، وكنت شايف في اخره بوابة خروج تالتة بالصوت ورايا وانا بجري، وارتحت لما ملقيتش حد. لما وصلت لقيت نفس الحيطة الضخمة وسدت كل حاجة. فجأة ايدي اتمدت على ظهري، بالصيت لقيت الشخص الضخم واقف وشي. صرخت وقعدت فاقد الوعي. فقت على صوت بيقول لي يا دكتور دكتور ايه بس اللي دخلك، ما قلتلك استناني برا. فتحت عيني لقيت عم عبد العال، مسكته من هدومه وكان هيموت مني وزعقت فيه. هداني وجبل عصير وفضل يعتذر لي وقال لي كم جملة مش قادر انساهم لحد دلوقتي بسنانه السودة المكسرة: المقابر يا دكتور في الوقت ده ما تدخلش الا لو معاك حد تاني، مينفعش تخشها وحدك لانك مش هتعرف تخرج بسبب المارد الاسود ده، كيان شيطاني بيضلل ويتوه الشخص في المقابر لحد ما يموت. يا رب ما يكونش طلع لك لانه مش بيسيبك وهيفضل يطلع لك لمدة في بيتك. يلا الحمد لله. كان هاين عليا اقوم اضربه بحجر في دماغه واقتله بعد كلامه ده، بس اكتفيت بان اخد الجمجمة اللي كنت عايزها علشان المذاكرة ومشيت. مريت بليالي صعبة بعدها كنت بشوف فيها بالليل المارد اللي قال عليه، كان عبارة عن حيطة ضخمة سودة بتظهر فجأة وتقوم نايمة عليا وانا في السرير. فضلت كده فترة لحد ما قررت اتخلص من عم عبد العال علشان حياتي اللي باظت وارجع الجمجمة للمقابر. جبت حبل ورحت له بالليل، بس لما وصلت لقيته واقع عند البوابة وفي حبل ملفوف حوالين رقبته وكان ميت وعينيه ما كانتش موجودة. والى هنا تنتهي القصة، والعبرة من هذه القصة: لا تذهبوا للمقابر ليلا، اللهم بلغت اللهم فاشهد. رددوا معي: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة لولو 7.